قال الله تعالى في كتابه: ألم يجدك يتيما فآوى. وما هذا اللواء إلا خديجة، وهل يؤوي اليتيم إلا أهله؟ فقد كانت خديجة أهله جميعا، لقد صنعت له بيتا من مالها وحنانها وإيمانها وحبها، صنعت له خلوته التي تلقى فيها وحي ربه. وماتت خديجة، ماتت بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضته قريش على محمد وأصحابه. والحصار الاقتصادي صورة قديمة من صور محاربة الدعوات والرسالات، فالبيع والشراء هما عصب الحياة الاجتماعية، وقد فكر فيه أشرار قريش كما فكر فيه المستعمرون وأذنابهم بعد 14 قرنا من الزمان. لقد كتب القرشيون أعداء محمد وثيقة تعهدوا بمقتضاها ألا يبيعوا ولا يشتروا من محمد وأصحابه ما يأكلون. وكانت خديجة قد تقدمت في السن ووهن جسمها، كانت في 65 من عمرها، ذات جسد ضعيف يرهقها الجوع والعطش. وأطلق محمد على عام وفاة خديجة عام الأحزان، وهل خلت حياته من الأحزان؟ ولكن هذا هو الحزن الكبير، حزن الرجل على 25 عاما من الدفء والمودة والحنان والذكريات الجميلة.